قعدت اتفرج على ماتش الاهلي وبالميراس، لقيت فيه اخبار متداوله ان حكيم زياش لاعب تشيلسي اعتزل دوليا. دورت لقيت ان حكيم زياش الراجل ما اعتزلش دوليا ولا اي حاجه، وان حكيم زياش تصريحاته كانت كلها ردا على الكلام اللي وحيد خالد قاله من 5 ايام. وحيد خالد اتكلم من 5 ايام وقال موضوع حكيم زياش منتهي، انا سامحت حكيم مره والتانيه وبعد كده خلاص بالنسبه لي الامر انتهي، انا مش هعمل زي المدرب السابق واروح انا اعتذر لحكيم زياش. ودي بيرمي على هيرب رينارد ان هو راح اعتذر لحكيم زياش، وكان في مشكله ما بين هيرب رينارد وحكيم زياش، وهيرب رينارد هو راح اعتذر، وحيد خالد بيقول لك انا مش هعمل زي هيرب رينارد وراح اعتذر لحكيم زياش. حكيم زياش سمع الكلام وقال لك خلاص انا برضو انا عارف ان وحيد خالد مش هينادي عليا، او عارف ان وحيد خالد مش هيبعت لي اي عروض للانضمام للمنتخب المغربي، وحتى لو بعت لي انا مش هنضم للمنتخب المغربي. وهنا واضح ان القصه بقت موضوع شخصي ما بين حكيم زياش وما بين وحيد خالد. حكيم زياش لو اتكلم كلام ممكن يفسر ان هو اعتزال، فهو بيتكلم على قصه ان انا خلاص مشواري مع وحيد خالد الموضوع انتهى، انا هكون متاح للمنتخب المغربي مرحله ما بعد وحيد خالد، لان وحيد خالد واضح ان الموضوع انتهى تماما بينه وبين حكيم زياش، واضح ان القصه منتهيه، واضح ان وحيد خالد مش بيسامح، حتى قال ان الاب ساعات بيجي حاجات كده ما بيعديهاش، اللي هو خلاص وحيد خالد حط مرحله الابوه قفل كل حاجه بالنسبه لحكيم زياش. وحكيم الثاني لعيب مش بيفكر يعتذر ولا شايف ان هو غلطان، وشايف ان الازمه دايما موجوده في الجهاز الفني والجهاز المعاون لوحيد خالوزيتش. فالمشكله دلوقتي ان الموضوع وصل لطريق سد ما بين حكيم وبين وحيد خالوزيتش. وحيد خالوزيتش مفترض ان هو بعد المشاكل الكتير اللي بينه وبين مزراوي وحكيم ان هو يكون مؤهل لماتش الكونغو، ان هو ينسي الناس المشاكل الكتير اللي موجوده بره الملعب. ونتمنى والله ان وحيد خالوزيتش والمنتخب المغربي يقدر ينسي الناس المشاكل اللي موجوده بره الملعب. هي دي قصه حكيم زياش، القصه مش قصه اعتزال دولي ولا اي حاجه، القصه قصه ان هو بيرد على تصريحات بتاعه مدير فني، مش ان انا مش عايز امثل منتخب المغرب التاني وانا اعتزلت دوليا. حتى كلامه كان بيقول ان انا بدا يعني بفكر في مستقبلي مع تشيلسي، اللي هو لما وحيد خالد يمشي وقتها يبقى يحل ربنا. فده اللي انا فهمته من الاخبار. لو انت فاهم اي حاجه ولو في قصه تانيه من فضلك قول لي، عشان بحب اشوف قاعد في قصه واتكلم في قصه واطلع مش فاهم في اي حاجه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش الفيديو فرايك